بصوا الانتصار للبلد ازاي؟ بين صوره بتصدرها من ملاعب الكوره للعالم كله انه في ناس بتشتم في نادي منافس ومسكوت عنها، وجمهور بيقاد كل اللي يعمله عشان يحتفل بفرقته انه يسب رموز النادي الاخر، وبين صوره امبارح شفناها شعرنا فيها بمنتهى الفخر والزهو لمصر. مصر وهي بتفتتح بطوله العالم لمضمار الدراجات. شوفوا رئيس الاتحاد الدولي للدراجات وهو راجل فرنسي، والاتحاد الاوروبي، وهم بيتكلموا على درجه انبهارهم بمصر وازاي فعلا مصر قادره تنظم حدث في 46 دوله في مضمار للدراجات داخل استاد القاهره، وده كان حلم تاريخي لاتحاد الدراجات مصر تعمل هذا المضمار، تستضيف 46 دوله وتغير حتى البروتوكول في التكريم. انت عارف كان دايما وابدا 46 ولا 47؟ 47. تخيل انه كان المعتاد دايما وابدا انه عند التتويج بتسلم الفائز باقه ورد وزهور. مصر راحت مسلماهم مجسم للمسله المصريه. ايوه هو ده الشغل. شوف بقى الاوروبيين كانوا معجبين ازاي ومبهورين باللي في مصر من حضاره ومن رقي ومن قيم. هي دي مصر وهي دي الصوره. شوفوا رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وهو بيفتتح البطوله وبيسمع كلام الرئيس الفرنسي رئيس الاتحاد الدولي، والراجل كلامه عن مصر وعن الدور اللي شايفه في مصر وعن الانجازات الكبيره اللي بتقدمها الدوله المصريه بقياده الرئيس عبد الفتاح السيسي من نهضه تنمويه شامله. شوفوا انطباعات الضيوف كلهم كانت عامله ازاي. هي دي صوره. شوفوا احنا بنطلع الصوره ازاي وكنا مطلعين صوره ازاي. طب بالله عليك يا استاذ ابراهيم، لما تبقى عايش في بلد رئيسها معني بالتفاصيل الدقيقه، يعني في وسط ما هو معني بطرق وعشوائيات وطاقه، لا دايما بيتكلم على الانسان. لا استنى بس والنبي عشان خاطري. يوصل التفاصيل انه لما يخش في الرياضه يتكلم على الاستضافات في عز ما العالم بيتهرب منها، بتجيب بطوله عالم جمباز وبطوله عالم كرة يد وسلاح وبعدين تعمل مضمار دراجات. ايه التفاصيل دي؟ هو التفاصيل دي رفاهية؟ لا، ده مش عايز يسيب حد في حتة في العالم يخش مصر ما يقولش ايه ده، احنا ما كناش نعرف ان مصر فيها الكلام ده. هو ده الترويج السياحي بقى، هو ده الترويج القيمي، بتروج لتاريخك ازاي وقدراتك ازاي. هو ده الشغل. بلد بتشتغل، نيجي احنا نعطلها بشوية تفاهات وشوية انحيازات وتبريرات لخروقات سلوكية. اتفضلوا. كل حتة فيها شغل. أنا حتى في مجال الرياضة اللي ممكن جدا جدا يقول لك مش وقته لو اعتبر إن الرياضة رفاهية، ولكن هو اعتبر إن الرياضة دي بتستقطب العالم والصور بتتنقل عنك لكل العالم و و و أتمنى أن يواكب مسؤول الرياضة في الاتحادات وفي الأماكن اللي بترعى الاتحادات سواء لجنة أولمبية أو وزارة أو أندية حتى مؤسسات، أن تواكب هذا التطور الهائل بتطور فني وسلوكي يليق إن احنا نقدم صورة متكاملة عن الواقع الرياضي اللي بيكمل صورة متكاملة على الواقع المصري. هو عشوائية ان انا اديلهم بدل الورد المسلة؟ لا، دي رسالة كل واحد يقدم تاريخه من خلال هذه الاستضافات. يعني انا لسه كنت بقول لك ان سيأتي يوم مجسم الكؤوس اللي احنا محتفظين بيها دي يبقى في متحفنا، لا في اسواقنا اونلاين. انا مش قلت كده الحلقة اللي فاتت؟ قلت له بكرة تشوف الدوري باذن الله، اللي عايز دوري نديله مجسم او ميدالية عليها هذا الكلام عشان الناس تعيش تاريخنا، عشان ولادنا لما نيجي نقول لهم بتفرحوا بالاهلي ليه؟ حتى لو خرجوا براه لانه 1 2 3 4 10. هذا هو ما نهدفه في الاخر عشان وانت بره مصر تقدم الصوره الحلوه عن مصر.